متحور أوميكرون يخلق مفاجأة جديدة بخصوص الكمامة. ذأب الناس على ارتداء الكمامة لأجل حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد طيلة العامين الماضيين، لكن ظهور متحور جديد ذي القدرة السريعة على الانتشار أعاد النقاش بشأن قدرة الكمامة المألوفة حاليا على تحقيق حماية كافية من أوميكرون. وتنبه الباحث المختص في طب الطوارئ بجامعة جورج واشنطن الأمريكية لينا وين إلى أن الكمامة القماش التي يرتديها الكثيرون ليس سوى ديكور للوجه، وبالتالي لا مكان لها في الواقع إزاء المتحور أوميكرون. وما زال الباحثون يدرسون خصائص المتحور الجديد الذي جرى رصده أول مرة بجنوب إفريقيا، لكنهم تبينوا حتى الآن أنه أسرع انتشارا مقارنة بالمتحورات السابقة.